بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سادة المشاهدين الكرام. في هذا البرنامج الجديد نحاول أن نسأل المشاهدين أو السادة الذين يتجولون في الشوارع، نريد أن نسألهم أسئلة كثيرة. هذا البرنامج الذي هو بعنوان الكاميرا الجوالة مع كاميرا قناة فدك. فأريد أن أسأل سؤال، هل الغناء حلال؟ بالتأكيد سيقول لا. طيب، ما رأيكم بالحديث الذي يقول بأن كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله مغنيتان تضربان بالدفوف، فجاء أبو بكر ونهرهما وقال رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه يوم عيد واتركهما. لنشاهد الآن، لنتجول مع كاميرا قناتي فدك وصوت العترة. أخي الكريم، هل الغناء حلال؟ لا أعتقد. تعتقد. طيب، ما رأيك بالحديث الذي يقول، هو بالتأكيد الغناء حرام، ما رأيك بالحديث الذي يقول بأن كان عند رسول الله مغنيتان يغنيان فجاء أبو بكر ونهرهما وطردهما؟ أنا ما سمعتش عن الحديث الصراحة. طيب، الآن أنا بين يدي كتاب صحيح البخاري وسأريك الحديث، الحديث المرقم. هذا الحديث الذي يقول بأنه كان يوم عيد، عفواً، عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. ما رأيك بهذا الحديث؟ أنا مستغرب طبعاً الصراحة، لأن كنت أعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي حيخرجهم، يعني أبو بكر هو اللي خرجهم. طيب، يعني هل أبو بكر الآن أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنا على حد معلوماتي الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل المسلمين، أفضل الخلق يعني. طيب، الآن ما رأيك بهذا الحديث؟ هل البخاري الآن مخطئ بنقل هذا الحديث أم عائشة؟ من هو من يعني، كيف الآن تفسر هذا الحديث؟ لا، هو الحديث صحيح، ما هو اكيد مش ما اخطاش يعني لما بلغه للناس. طيب، الان هل رسول الله صلى الله عليه واله مخطئ؟ والعياذ بالله. طبعا لو حضرتك تقول غناء حرام، انا شايف انه اخطا يعني. طيب، وما قولك بان رسول الله صلى الله عليه واله هو معصوم عن الخطا؟ كلنا بنخطا يعني، كلنا بني ادمين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله شيء آخر يعني، ليس مثلنا يعني. رسول الله صلى الله عليه وآله عصمه الله بعصمته. بس يعني كلنا بنخطأ والرسول أخطأ. أنا أعرف هي القصة لما كان في كوباية لبن والرسول عليه الصلاة والسلام ما كملهاش للآخر، بعد كده قال له إن الشوية اللي فضلوا دول حيبقوا من أمتك، مش حابقوا يعني بيطيعوا الله 100% يعني. طيب، يعني برأيك بأن رسول الله صلى الله عليه وآله والعياذ بالله قد أخطأ. طيب، شكرا جزيلا أخي الكريم، شكرا جزيلا، السلام عليكم. عفوا، ما رأيك، هل الغناء حلال أم حرام؟ والله إذا كان الغناء بيلتزم بتعليم الدين الإسلامي هو فن جميل، ونحب نسمع الغناء المحترم المهذب اللي ما فيهوش أي كلام جارح أو خادش للحياة، فطبعا كلنا كمسلمين بنحب الطرب وبنحب الفن، والإسلام بيدعو للجمال، والله جميل أن يحب الجمال. طيب، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله برأيك يسمع الغناء؟ كان يسمع الغناء بعد غزوات في انتصاره، وكانت أغاني فيها فرح وبهجة واحتفال بالنصر في غزواته، وكانت كلمات صادقة ومعبرة عن فرحة المسلمين بدون إسفاف وبدون. طيب، هل لديك دليل على هذا الموضوع مثلا؟ في التاريخ الإسلامي أنا قريت في تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي غزواته، إن كان دايما بعد الغزوات الإسلامية كانوا بيحتفلوا بالنصر وبيوزعوا الغنائم، وكان بيبقى يوم عيد ليهم يعني. طيب، ما رأيك بسماع الغناء من امرأة؟ والله إذا كانت الامرأة تلتزم بتعليم الدين في المظهر وفي الكلام وفي الشكل وفي اللون وفي الطعم، فأنا أعتقد إن ما فيهوش مشاكل، لكن المرأة اللي بتغني بجسمها زي ما بنشوف القنوات الفضائية دلوقتي بيغنوا بجسمهم وبيغنوا بإيماءات جنسية، فده أنا لا أقبله، وأعتقد إن ده شيء مرفوض في الدين الإسلامي، لأنه بيعتمد على الإغراء والإثارة ليس على الفن والطرب. ولكن الملتزم الأصيل يقول بأن الغناء حرام يعني بجملة وتفصيلة. والله أنا ما أقدرش أفتي بالحلال والحرام، إذا كان في واحد عنده علم بالحلال والحرام فهو يعلنها، لأن أنا متلقي عادي ومعلوماتي عادية. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك. أهلا.
عفوا، هل الغناء برأيك حرام؟ والله على اللي سمعناه وتربينا عليه انه حرام. طيب ما رأيك ان قرأت لك حديث من صحيح البخاري يقول بأنه كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله مغنيتان تغني، ما رأيك بهذا الحديث؟ والله أول مرة أسمع فيه يعني، لكن إذا فيه نسمع ليش. طيب الحديث يقول، سوف أريك الحديث، عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. ما رأيك بهذا الحديث؟ والله أنا ما يعني أنا صراحة ماني رجل دين أحكم على الحديث، لكن على اللي أسمع أنه واضح انه كان فيه، لكن انا ما ادري الى الان ما اقتنعت. طيب هل برايك الان رسول الله صلى الله عليه واله قد اخطا بسماعه للمغنيتان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطا، فما اتوقع انه. طيب الان هل برايك الحديث مثلا مكذوب؟ انا ما اكذبه ولا اصحه، في رجال منهم كفوا انهم يشوفون الحديث ويتاكدون منه، انا عن نفسي انا ممكن اكون جاهل في الدين، ما اقدر احكم على حديث صحيح. طيب لماذا لا تكذب هذا الحديث كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أشرف خلق الله، وما أقدر أني أنا عن نفسي ما أقدر أني أحكم على الحديث. لا يعني باعتبارك أنت يعني محب لرسول الله صلى الله عليه وآله تكذب هذا الحديث؟ أكذبه يعني؟ تقول هذا الحديث ليس بصادق، رسول الله صلى الله عليه وآله يسمع الأغاني. أقول لك ليس بصادق عشاني ما قد سمعت فيه في حياتي، ولا قد درسته، ولا يعني 1% ما دخل في رأس الحديث. شكرا جزيلا. أخي الكريم، ما رأيك بالغناء؟ هل الغناء من ناحية شرعية والإسلام هل هو حلال أم حرام؟ ماذا تقصد بالغناء أولا يعني؟ الغناء يعني الغناء طرب الموسيقى. بالموسيقى والله حسب ما أعرف أن هناك أكثر من رأي، لكن بالنسبة لرأي أكثر علماء أهل السنة يتكلم عن الموسيقى، بعض العلماء أجاز الموسيقى مثلا الشيخ القرضاوي، ولكن أجازها بشروط، مثلا أن تكون كلمات الأغاني محتشمة، مثلا الأغاني في حب الوطن، في حب الدين. وبعض العلماء الآخرين حرم كل ما هو في موسيقى، نزول عند قوله تعالى قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الحرة والحريرة والمعازف، نزلوا عند هذا الحديث. وأيضا قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. هناك من بعض العلماء من أرى أن هذه الآيتين، هذا الآية وهذا الحديث، معناه في التحريم الأغاني بشكل كامل. طيب ما رأيك أن تبرهن لك بأن هناك حديث في صحيح البخاري عن عائشة تروي بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسمع الأغاني؟ هل أنا ما أعرف أن الحديث ربما الذي تقصده؟ لحظة خلي أراويك الحديث. معلش أنا أعتقد تقصد بما يخص برقص العبيد. لا لا لا، غناء وأغاني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد بالأغاني؟ شوف أخي، عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه. نعم، ودخل اسمعني نعم. نكمل. ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجا. يعني أبو بكر الآن نهر رسول الله صلى الله عليه وآله عن استماع الغناء ووصفهما بمزمارة الشيطان. معليش، أنت الآن تقول أبو بكر نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم نهر عائشة؟ طيب قال مزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. أنت الآن فسر أيضا موجود هنا في نفس. طيب ما تفسيرك أنت؟ معليش أنا ما ليه فسر في صحيح البخاري في يدك الآن يتحدث عن بعاث بالصرف وعدم، وهو اسم حصن وقع الحرب عنده بين الأوس والخزرج قبل الهجرة. من المعروف أن أثناء الحروب كانت تقام أحيانا بعض طقوس الحروب التي فيها إيش، فيها تشجيع للمقاتلين، حتى في غزوة بمعركة بدر ومعركة أحد أيضا كان هناك نوع من الطبول التي إيش فيها تشجيع. ولكن أبو بكر قال مزمارة الشيطان. نعم أبو بكر رضي الله، إحنا نعرف أن ما أنت، أنا أعرف نقلات شيعية، لكن إحنا عند أهل السنة نعرف إنه ليس هناك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيش الوحيد الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولكن أيضا بالنسبة للصحابة في هناك منهم من أخطأ. طيب الآن من هو الذي أخطأ؟ أبو بكر أم رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المحل؟ أنا ما أستطيع أن أقول إنه خطأ، أنا أرى إنه هو سوء فهم. بينما فهمنا صححه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال دعهما نعم
قال دعهما، يعني دعهما يكملان طرب. ما أدري ماذا في ذلك يعني. طيب هل طيب صحح نظرة أبو بكر رضي الله عنه لشيء ما؟ ما هو لماذا لا تكذب الحديث يعني جملة وتفصيل؟ أكذب الحديث، من أنا أكذب حديث؟ يعني معقول رسول الله صلى الله عليه وآله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هل هو معقول يسمع الأغاني؟ ما أدري، هل أنت تفهم الأغاني؟ هل فهم الأغاني هو نفس الفهم اللي موجود هنا في مكتوب مزمارة الشيطان؟ أي ما هل المزمار، ما هو المزمار؟ هل نفس آلة الموسيقى التي هي الآن موجودة؟ هل نفسها؟ نفس المزمار نفسها؟ وصفها أبو بكر بمزمارة الشيطان. وصف من؟ وصف هذا الغناء للجاريتان. طيب سوء فهم أبو بكر رضي الله عنه، فهمه بطريقة أخرى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فهمه ما هو المقصود. فلا ما فهم، يعني ما فهم لحد الآن ما هو المقصود. قال دعهما، هو ذكر أبو عاث. لا هو أبو عاث هذا تفسير بعث. تفسير البخاري يعني المهمش. ما هو تفسير المهمش؟ هو المهمش من أين جاء به؟ من رأسي. طيب لا لحظة، الآن هو أبو بكر قال ودخل أبو بكر فانتهرني. نعم. وقال مزمارة الشيطان. نعم. عند رسول الله صلى الله عليه وآله. لا أدري ما هي المشكلة لديكم في الموضوع هذا. أخي أنا فهمني. أنا فهمني، الرسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيء، أبو بكر رضي الله عنه هو ليس لا ينطق عن الهوى. ممكن عفوا ممكن ما لا تقول أبو بكر حاف بدون ترضي؟ أبو بكر رضي الله عنه لا لا بدون ترضي، يعني لماذا لا ترضى عليه؟ تجرح مشاعر إحنا ما تترضى على أبو بكر. معليش خلينا إذا كنا ندخل في هذا الموضوع. طيب الآن نكمل. أرسل القرآن. لا لحظة لا نكمل الموضوع. القرآن الكريم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إذا رسول إذا لحظة هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. لا الآن نرجع إلى نفس. ليش أجرح مشاعرك يا أخي؟ اسمعني الآن موضوع آخر. باحترامي إذا كنت أتمنى أنكم ستنقلون هذا الكلام، إذا كنتم ستنقلون لا أدري لماذا إحنا مسلمين نركز على النقاط خلافية بينما يفترض أن نكون متوحدين. لماذا؟ طيب الآن نرجع إلى هذا الموضوع. قناة ياسر الحبيب. نعم. الذي حتى علماء الشيعة لديكم. لا هذا موضوع آخر. لا هذا معليش انا قد السماء. هذا شيء اخر. احنا بغض النظر ياسر حتى هو شيعي، انا اعرف ان علماء الشيعة ان في من علماء الشيعة، انا اعرف منهم من علماء الشيعة من ينظر الى ياسر الخبيث هذا بغض النظر عن المسمى. انا ما اقول ان هداه الله، الله يهديه. يعني لا صرخ. لا. طيب الان لا لحظه، موضوعنا هذا. انت غيرت الموضوع، انت تتهرب. انتم تحاولون ان تركزوا على اشياء غير واضحه وتحاولون تعملون منها يعني اشياء كثيره. طيب لا الان هذا موضوع الغناء. وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هنا ان ابو بكر فهم الموضوع بطريقه خاطئه، فما هي المشكله يعني؟ لا ادري، لا ارى انه. طيب الان يعني الغناء الان حلال برايتك ولا لا يا اخي؟ هل انت تتكلم عن الغناء؟ اي مفهوم للغناء تقصد؟ الان هذا مزمارة كانت موجوده. انا لو أن... هم 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 يسبون حتى. يلا شكرا جزيلا. اخي الكريم، ما رايك بالغناء؟ هل هو حلال ام حرام؟ حرام. طيب ما رايك بالحديث الذي يقول في هذا الحديث بان رسول الله صلى الله عليه واله كانت لديه مغنيتان تغني فانتهرهما ابو بكر؟ اي بس انت شوف تفسير شنو. انا يعني ما لي علاقه بالتفسير، الحديث واضح يقول. هل هو مثل الغناء اللي انت تعرفه؟ هل هو مثل الغناء اللي انت تعرفه؟ طيب الحديث يقول عن عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي جارتيان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني. لا أنا دا أسألك. أنا نسمع بقية الحديث. فانتهرني يعني أبو حديث ما عجب هذا، أبو بكر ما عجب هذا الوضع، وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله، فأقبل عليه رسول الله فقال دعهما، فلما غفل غمزهما فخرجتا. الحديث هذا صحيح ولا مو صحيح؟ والله أنا أسألك. أنا لا أنا أسألك أنت. انت ماسك الكتاب، هو صحيح ولا مو صحيح؟ انا برايي هذا حديث كذب. كذب على منو هذا؟ كذب على رسول الله صلى الله عليه واله. عائشه كذبت. نعم. يعني مو الراوي. لا مو الراوي، بس عائشه. نعم. سوت الكتاب. لا مو عائشه. راجع نفسك. طيب شكرا جزيلا. عفوا ما رايك بالغناء؟ هل هو حلال ام حرام؟ الغناء الغناء لناس مش قادره، ما عندهاش حاجه تعملها. الغناء حرام. حلال يعني حرام. طيب ما رأيك في هذا الحديث الذي يرويه البخاري الذي يقول فيه بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يسمع الغناء؟ يعني عندنا هذا الحديث يقول عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني. يعني أبو بكر ما عجب الوضع، وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله، فأقبل عليه رسول الله فقال دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. ما رأيك بهذا الحديث؟ هل هو برأيك صحيح أم كاذب؟
يعني مش باقتناع الحديث. كثير من الأحاديث بتتكتب بس كثير منهم ما بيبقاش مظبوط، ما بيبقاش حديث مظبوط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمره ما سمع غناء. اللي كتب ده ما عرفش مين، أي كتاب وأي واحد وأي أي اللي كتب ما نعرفش، إحنا ما نعرفش. طيب هل الرسول صلى الله عليه وآله برأيك كان يسمع الغناء مثلا؟ لا أبدا. طيب هل برأيك يعني هذا الحديث كذب؟ ده حديث كذب. طيب يعني من الذي كذب الآن في هذا الحديث؟ هل برأيك مثلا عائشة كذبت أم البخاري؟ لا عائشة ولا البخاري. طيب مين؟ ده والي من الأولياء يتدخل في شؤون الديانة بالخطأ ولا يعلم ماذا يكتب، وأساسا من الغناء اللي هم الغناء اللي المسرحيات الأفلام دي أساسا حرام في الدين، الدين الأساسي الناس في الشريعة حرام حرام. شكرا جزيلا. عفوا. عفوا أخي الكريم، هل الغناء حلال أم حرام في الديانة الإسلامية؟ والله سؤال صعب يا أخي، حقيقة سؤال صعب. يعني ما في دلائل بتقول إنه هو شيء محرم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المعازف، بس ما كان يعني في حديث قوي يدل عليه إنه الغناء محرم، والله أعلم. في مفسرين بيقولوا كده، لكن يعني حقيقة أنا والله ما عندي فكرة على الآية دي بالذات، لكن يعني حقيقة أعتقد حسب المفسر. طيب هذا الحديث الآن الذي نشاهده في صحيح البخاري مروي عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني. يعني أبو بكر ما عجب هذا الكلام وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذا الغناء اعتبره مزمارة الشيطان. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. يعني اثنين مغنيات كانت عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبو بكر لم يعجبها الموضوع، ورسول الله قال: دعهما، هذه أيام عيد فلنفرح. والله إذا كتاب البخاري يعني ما في حد يقول لك يعني مو صحيح أو كده، يعني الشيء الموجود هنا أكيد صحيح، أكيد أكيد صحيح يعني. ولكن أبو بكر وصف هذا الفعل بأنه مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وآله، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسمع مزمارة الشيطان وهو مرتاح لهذا الأمر؟ لا لا أكيد، لا أكيد. طيب يعني الآن هل هذا صحيح، هل هذا الحديث صحيح الآن برأيك؟ والله البخاري يكفي، يعني صحيح 100% انتهى. البخاري أنا يعني أعتقد أنه صحيح 100%. طيب وهل تعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخطئ ويسمع الغناء مثلا؟ أكيد لا. طيب هل الآن بهذا الحديث الآن صور أبو بكر بأنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه نهر هذا الوضع، ما قولك بهذا الموضوع؟ والله صراحة يعني والله ما عندي رأي في الموضوع ده صراحة، يعني الكلام المكتوب هنا ده هو لو كتاب البخاري، لو مين كتاب البخاري أنا يعني ما عندي اعتراض عليه، بس الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المعازف للحقيقة المتأكد منها. طيب الآن هل أبو بكر أفضل من الرسول أم الرسول أفضل من أبو بكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من أبو بكر. طيب الآن في هذا الحديث أبو بكر هو الذي كان ينهى عن المنكر ورسول الله كان لا. في صحيح البخاري؟ نعم في صحيح البخاري. الله أعلم. الله أعلم. شكرا جزيلا. أخي الكريم، هل الإسلام يحلل الغناء أم يحرمه؟ الإسلام طبعا يحرمه. طيب ما رأيك بهذا الحديث المنقول في صحيح البخاري الذي تقول فيه عن عائشة بأنه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني، يعني ما عجب الأمر أبو بكر، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله، سمى هذا الغناء مزمارة الشيطان عند النبي. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: دعهما، فلما غفل غمستهما فخرجتا. الآن ما رأيك بهذا الحديث؟ هل بأن رسول الله كان يستمع مزمارة الشيطان في داره؟ لا لا، من يتضح من خلال الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعجبه الأمر يعني، ولكن أبو بكر لم يعجبه الأمر، أبو بكر الرسول الله قال دعهما دعهما، ولكن يعني الغناء في ذاك الوقت مش الغناء متاع الزمن ده يعني في هذا الوقت يعني، يعني كان بس يعني لو شفت الغناء اللي كان في ذاك الوقت يعني مش غناء، كان ما كان راي ولا يعني، شفت الغناء اللي في ذاك الوقت يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي زي الغناء اللي هو في الوقت ده.
كله عوري كله. طيب الآن لو فرضنا بأنه غناء محتشم ولكن أبو بكر وصف هذا قال بأنه مزمارة الشيطان. نعم مزمارة الشيطان. بس يعني طيب هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ نعم. هل تشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوم عن الخطأ؟ نعم. طيب الآن في هذا الحديث يثبت بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله أخطأ بهذا الفعل وأبو بكر كان أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا. طيب الآن الحديث يقول بأن أبو بكر نهى عن المنكر وأمر بالمعروف ورسول الله صلى الله عليه وآله لم يفعل هذا الأمر. بس لو شفت الرسول صلى الله عليه وسلم كان غاضب يعني لو يعني لم يكن غاضبا قال دعهما. يعني حديث صعب عشان تفسره يعني يحتاج علماء عشان تفسير الحديث هذا. طيب الآن الحديث واضح أقرأه مرة أخرى إليك. بس والله العظيم صعب علشان تفسر الحديث ده يحتاج علماء أكثر يعني ما أقدر أقول حاجة يعني صعب. طيب لماذا لا تقول بأن هذا الحديث كذب؟ لا ما أقدرش. لماذا؟ لأنه صحيح بخاري يعني. طيب هل متأكد بأنه كل ما ورد في صحيح البخاري صحيح؟ نعم. ولكن الكتاب الصحيح هو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. نعم القرآن وما قال الله سبحانه وتعالى قال لكم وما أعطكم الرسول فخذوه وما نهى عنكم فانتهوا يعني القرآن الأولى والسنة الثانية يعني. لو ما كانش حاجة في القرآن كان في السنة مثبوت. ولكن هذا الحديث يثلب بعصمة رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. نعم بأنه يثلب في عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا لا نترك هذا الحديث ونتمسك في القرآن؟ لا صعب والله صعب علشان تترك الحديث لأن الحديث يكمل القرآن سبحانه يعني القرآن مكمول ولكن فيها حاجات مفسرة أكثر في الحديث يعني. طيب الآن هل متيقن بأن هذا الحديث صحيح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستمع الغناء وأبو بكر انتهرهما وقال مزمارة الشيطان يعني متيقن بأن هذا الحديث صحيح ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهما ما في مشكلة خلنا نسمع شوية غناء في هذا اليوم؟ لا والله أبدا يعني صعب تحكم على الحديث. يعني صعب تصديق الحديث أم صعب أن تحكم على الحديث؟ صعب تحكم على الحديث يعني يحتاج علماء أكثر يعني علماء لهم علماء الدين ليقدر يفتوا يعني زي انا وزي واحد تاني ما يقدرش يفتي على اساس ما دينا درايه بالعلم ما يعني احنا نحتاجه حتى انا احتاج توضيح من واحد يعني اكثر مني علشان افهم الحديث ده يعني ما اقدر اقول لك انا افتي لان ما اقدرش صعب علشان افتي بس الحديث شويه صعب. شكرا جزيلا على هاللقاء. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما رايك بالغناء هل هو حلال ام حرام؟ الغناء هو في يعني في ال يعني في ديننا الإسلام هو حرام يعني حرام يعني كما يعني حرام قاطع يعني ما في شك. طيب هناك حديث في البخاري يروى عن عائشة تقول بأنه الغناء حلال يعني ما رأيك في هذا الحديث؟ سأريك الحديث أخي الكريم. نعم. يقول الحديث عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني أي انتهر عائشة وقال مزمارة الشيطان يعني لم يعجبه الأمر مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وآله فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال دعهما أي اتركهما يعني فلما غفل غمستهما فخرجتا. ما رأيك بهذا الكلام يعني هل الآن أبو بكر صار أفضل من رسول الله؟ هناك أحاديث ضعيفة وهناك أحاديث يعني تكون صحيحة وإحنا ما هو كما يقولوا جمهور العلماء يعني حرموا الغناء ما بالك أنه كان في حديث يقول لك أنه ما من بيت فيه جرس أو كلب لا تدخل فيه الملائكة وما بالك الغناء هذا جرس وما بالك الغناء وهناك أحاديث أخرى. طيب بس أسألك سؤال يعني هل هذا الحديث الآن برأيك صحيح هذا في صحيح البخاري هذا؟ شوف في كتاب صحيح البخاري في باب الحراب والدرق يوم العيد هذا ما قرأته يعني أول مرة يعني أول مرة قرأت هذا الحديث ومعني أني لا أستطيع أن أقول لك وأن أخذ المسؤولية أني أقول لك أنه حرام أو حلال أو هذا الحديث يعني لازم علي أن أطالع. طيب هل برأيك هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ المستحيل أنه يكون حديث كذب أو يعني يكون ممكن كان هنا أناس يفتروا على الله الكذب وما بالك احاديث يعني برايك هذا الحديث كذب هذا يعني برايك هذا الحديث كذب هذا مش حديث كذب يعني
ما حيكون هذا حديث كذب، ولكن يعني قلت يعني الانسان لازم يعني يقرا احاديث صحيحه. هناك علماء كما علماء، ولكن مروي في صحيح البخاري عن عائشه يا انه لا الصفحه اللي بعديها باب الحراب والدوق عن عائشه. عائشه قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريه تغنيان بغناء بعاث. ما معنى هذا الغناء البعاث؟ هنا مكتوب التحريب بعاث بالصرف وعدمي، هو اسم حصن وقع الحرب عنده بين الاوس والخزرج قبل الهجره بثلاث سنين. يعني يا بعاث بطريقه معينه بالطج. لا لا يعني كان غناء من غناء كان هناك، ولكن وصفه ابو بكر بانه مزمارة الشيطان. يا مزمار الشيطان، ولكن هذا مزمار الشيطان ما يكون فيه ال كان الغناء يعني الدف. يعني احنا في الدين الاسلام يعني احنا نستعمل الدف، ما في آلات موسيقية هذيك اللي طيب. انا طبعا نفس الحديث لو اخرجه لك، لو عندك وقت اخرجه لك، موجود بانه كان يضربان بالدف. يعني الدف هو في ديننا الاسلام يعني هو حلال، الدف حلال ما عاد ذلك. ولكن ابو بكر وصفها بانها مزمارة الشيطان. لا الدف ما في يعني. طيب الان اسالك الان في هذا الحديث برايك صحيح ام خطأ؟ لا يعني هذا الحديث قلت لك ما معني ما قال لا هذا الموجود هذا الاخر يعني قلت لك هذا انت مزمار الشيطان عند النبي عليه الصلاه والسلام. فاقبل عليها صلى الله عليه وسلم قال دعهما فلما غفل فخرجت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان انا ما فهمت هذا الحديث. قال لك يعني ما كان حب يعني يزعجهم، يزعج المغنيتان، يزعج هذوك الناس. يعني دعهما يكمل ثم ننصحهما انه هذا يعني ما مكتوب ثم ننصحهما. يا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المعامله تاعو في. طيب انت الان بدات تلف وتدور وحاول يعني تشرح هذا الموضوع، ولكن انت اسالك سؤال، لماذا لا تكذب هذا الحديث وتقول هذا الحديث كذب؟ هذا الحديث يعني هذا افضل طريقه من اجل ان انت تحب رسول الله صلى الله عليه واله بالتاكيد. عليه الصلاه والسلام، انا احب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا لا تقول وتبرر رسول الله صلى الله عليه وتقول هذا الحديث كذب وانا لا اؤمن به؟ لا استطيع ان ابرر، ما لست انا الذي ابرر، ولست الذي اصحح، ولست الذي انا اصوب، يعني اعطي الصواب. انا قلت ان اي حاجه اتينا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون صحيحه اصدقها، وعلي ان اصدقها، وكل حاجه يعني. هذا الان هل هو كذب الان برايك ولا لا؟ كيف؟ هل هذا الحديث كذب برايك ام لا؟ هذا الحديث انا هذا الحديث يعني مفهومي انا، وليس أن يعني أني ما عندي يعني كما نقول معلومات أني أفسر لك هذا الحديث. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما، ما قالش إنه حار، قال دعهما أن يتم. كالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، كان داخل المسجد فرأى واحد يا أكرمكم الله يتبول في الشوكة، فقام قام 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 يعني الصحابة صلى الله عليه وسلم فتهجموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذهم قال دعوه يكمل. فهمت يعني المرأة دعه يكمل الدين تاعنا يعني. طيب الآن هل برأيك بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بالمغنيين والمغنيات إلى داره؟ المستحيل. طيب الآن هذا في دار رسول الله صلى الله عليه وآله مغنيات، منهي من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهي في ديننا أن الغناء حرام جسما، ما في يعني شك ولا. طيب الآن ما فهمتني الآن، هل الحديث برأيك هذا صحيح أم كذب؟ أنا قلت لك هذا الحديث ما أقول لك أنه صحيح أو كذب، هذا الحديث المعنى تاعو انا عندي مفهومي انا، هذا المعنى تاعو ان النبي عليه الصلاه والسلام قال دعهما ولم يكمل، ما قال لا حلال وما قال حرام، يعني قال هذا الحديث يعني كان راضي عن هذا الفعل. ليس كان راضي عنه، مستحيل ان يكون حاجه واحد يعني يكون في يعني في القران يقول لك انه في ديننا يقول لك هذا حرام ويعني ترضى عنه، مستحيل. طيب شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك. أيها السادة المشاهدين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، ولكن قبل أن نختم البرنامج أريد أن أعلق على الحوار الذي جرى بيني وبين هؤلاء السادة الذين تحاورت معهم، كيف أنهم دهشوا وصدموا حينما قلت لهم بأن النبي صلى الله عليه وآله كان عنده جاريتان يسمعان الغناء. لم يستطيعوا تكذيب الحديث، بل وصل الأمر ببعضهم أن وصفوا أو جعلوا النبي مخطئ والعياذ بالله. هذا الذي تسببت به عائشة لعنة الله عليها، هذا ما روته عائشة وما جعلته في التراث الإسلامي للأسف الشديد من مجون وفجور، وما حللته من حرام الله عز وجل. فأنا أطلب من السادة المشاهدين الكرام
أن يفعلوا شيئا واحد فقط لا غير، ألا وهو البراءة من عائشة، كي لا يحاولوا كما حاول كل هؤلاء الذين حاورتهم، حاولوا تبرير موقف النبي، وحاولوا تصحيح موقف أبا بكر، وحاولوا أن يلفوا ويدوروا بالكلام كي يجعلوا من هذا الفعل الشائن أمرا مستساغا. إخوتي الكرام، أطلب منكم طلبا واحدا، هو ألا وهو البراءة من عائشة وما روته عائشة، كي تبقى تلك الصورة المشرقة للنبي صلى الله عليه وآله، لا تشوبه شوائب، ولا يكون هناك أمر قد يكون مثلبة للدين الإسلامي من قبل الأعداء. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج الكاميرا الجوالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.